التقت النجمتين شيرين عبد الوهاب ونوال الزغبي بالشري ستوديو لتقول شيرين بمقدمتها للزغبي إنها لطالما حلمت بالشهرة تتصير مثلها وإنها كانت دايماً تشاهدها وتتطلع لجمالها وملابسها وستايلها. واعترفت نوال بأنه الرجال مهم بالحياة لكنها ما بتفكر بالزواج خاصة بعد ما خاضت تجربة فاشلة مؤكدة إنه الأمومة هي الأهم بالنسبة لها. لترد عليها شيرين بأنها لابد من أنه تتزوج وهي بتتمتع بكل هالجمال، فعلقت نوال بأنها يمكن ما تكون صادفت الشخص اللي يخطف قلبها، متوجهة لشيرين بالقول هاتي العريس. فردت عليها شيرين نجيب لك عريس، ووعدتها بأنه تكونش بنتها بالعرس.